بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم عن تجربة مهمة جدا، وهو كتاب أنا قريته من فترة وعجبني جدا، فأنا حابب إن أنا أشارك معاكم بعض الأفكار منه. الكتاب وهو نقاط القوة 48. نقاط القوة دي اللي تجعلك أكثر ذكاء وتجعلك إنسان ناجح سواء في حياتك أو في شغلك. فطبعا لأنه الكتاب الكاتب بتاعه الأول اسمه روبرت جرين، تقدر تبحث عليه وموجود أونلاين. فطبعا احنا هنختار اهم العناصر من الكتاب وهنتكلم عنها النهاردة. من اول عنصر هنتكلم فيه عشان ما اطولش عليكم الفيديو، وهي انك ازاي تظهر نقاط قوتك. ان مش معنى ان انت شاطر في شغلك وانك مركز ومتمكن وبتقدر تنجز في شغلك كويس قوي ان انت هتكون محبوب، او ان انت هتكون تستحق البوزيشن او تستحق الترقية لو في مكان واحد اللي يخليهم يختاروك انت بالذات دونا عن الاخرين. انت لازم تتعلم تظهر شغلك، وازاي تعمل برزنتيشن وتلمع وتنظف كده شغلك، بحيث ان انت تقول اه والله ده انا عامل مجهود كذا، وتظهره لمديرينك بصورة كويسة جدا. فقد يكون بعض الناس بيعرف يشتغل كويس قوي، بيعمل كم شغل ضخم جدا، ولكنه ما بيقدرش يظهره، في حين ان الاخرين بيشتغل شغل اقل منه ولكنه عارف يظهر شغله، فتلاقي الاخرين دايما بيكونوا اعلى منه او بيتولوا مناصب اعلى منه نتيجة ان هو بيظهر شغله احسن. فلازم دايما تتعلم انك ازاي تلمع شغلك وتظهره وتعمله برزنتيشن بحيث ان هو يظهر للمستويات الاعلى منك. النقطة الثانية انك لازم تتعلم ازاي انك تخفي نواياك. يعني ايه تخفي نواياك؟ طبعا تخفي نواياك ليس لها علاقة خالص انك تبقى خبيث ولئيم والكلام ده كله، لا، يعني معناها ان انت تبقى انسان ناصح او ذكي او عندك فطنة. فهنضرب مثال عشان نوضح الصورة للناس. يعني انت مثلا لو رايح تشتري عربية، فانت لو دخلت معرض السيارات وقلت له انا العربيه دي عجباني جدا وانا بدور عليها في المعارض كلها والكلام ده، البياع طبعا هيتنك عليك وهيغلي عليك في سعر العربيه وهيعلي عليك في السعر، خلاص انه عارف ان انت جاي للعربيه دي وما صدقت لقيتها، فهو خلاص يعني هو يعني ضمنك يعني وهيشتغلك. ده يختلف ان انت بتروح ما تحسش، يعني ما تظهرش نواياك، يعني قول له مثلا والله انا محتار ما بين كذا عربيه والله، فانا العربيه دي من ضمن العربيات اللي عجباني يعني، وما اعرفش هشتريها ولا لا، وفي الاخر ممكن اختار اي عربيه ثانيه، يعني لو دي مش عجبتني هشوف في اي معرض ثاني. فهتلاقي البياع في اللحظه دي هو اللي بيسعى وراك ان هو يشرح لك ايه مميزات العربيه دي، ويحاول يديك تخفيض او يديك عرض او يعني يحاول ان هو يسوق لك العربيه ويغريك انك تشتريها، سواء بقى هيسهل لك طرق الدفع او هيخفض لك السعر او بالتقسيط او وات ايفر يعني. فالمثال ده اضربه في حياتك كلها، انك ما تظهرش نواياك الحقيقيه اللي قدامك، علشان دايما يكون انت عندك نقاط القوه لو هتتفاوض او هتعمل اي حاجه. النقطه اللي بعد كده وهي انك لازم تتعلم ازاي توظف اعدائك. طبعا اي حد يفكر يعني اوظف اعدائي ازاي؟ يعني توظف اعدائك بمعنى ان انت عارف انك ليك اعداء، فانت لازم تخلي الاعداء دول قريبين منك وقريبين حواليك، لان ده في حد ذاته هيخليك انت دايما مركز وحاطط في عينك ان انت محاط بالاعداء، فانا لازم اكون مركز ولازم يكون ما عنديش غلطه، لان هم قاعدين ومستنيين لك على اي غلطه. فانت ده هيساعدك، بالعكس ده هيساعدك انك تطور نفسك وتطور ادائك، وانك تسعى انك ما يبقاش عندك اي هفوه واي غلطه. فانت كده يبقى اعدائك تحولوا لنقاط قوه في شخصيتك، وساعد على تطوير ادائك انت كمان. النقطه اللي بعد كده انك لازم تتعلم انك ما تهمش مديرك. لا تهمش المدير. يعني ايه لا تهمش المدير؟ يعني اي مدير في الدنيا ما يحبش ان الناس اللي تحتيه يظهروا ان هم اشطر منه او احسن منه او فاهمين اكتر منه في اي حاجه. فانت دايما لازم تبقى محسس مديرك ان لا، هو احسن منك واعلى وفاهم، وانت يا ريس الشورى شورتك والكلمه كلمتك،
ومش عارفين نمشي من غيرك وكل الكلام ده. يعني لان انت مديرك لو حس بالعكس، حس ان انت اشطر منه او اقوى منه او كده، فهو هيخاف على مكانه منك. طب ما خلاص يعني انت اظهرت ضعفه وانت القوي وانت الشاطر والكلام ده كله، فانت يعني هتتنطط عليه بمعنى اصح يعني بالبلدي. فمفيش حد بيحب كده، كلنا ما نحبش كده. فانت لازم دايما تحاول تحافظ على مكانه المدير، وتحاول تحسسه بمكانه والبوزيشن بتاعه بانه اهم حاجه. الحاجه اللي بعد كده دايما تحاول انك تتجنب النزاع وتتجنب الجدال، لان دايما انت خسران. يعني مجرد دخولك في اي نزاع او جدال فانت خسران، سواء بقى طلعت انت صح في وجهة النظر او طلعت انت غلط في وجهة النظر، ولكنك لو كسبت قدام الناس فانت خسرت الشخص اللي انت بتجادل معاه. فانت دايما خلي المبدأ بتاعك ان اللعب في الملعب. بمعنى ايه اللعب في الملعب؟ يعني المهم الافعال لا الاقوال. مش شرط ان انا اقعد اجادل معاك كتير عشان اظهر للناس واظهر لنفسك وقدام نفسي ان انا الشاطر، انا اللي فاهم كل حاجه، انا المنتصر. المهم افعالي والنتيجه في الاخر ان يكون انت الصح. العنصر اللي بعد كده هو انك ازاي تتجنب الغضب، لان الغضب دايما بيوقعك في الاخطاء وبيخليك دايما انت غلطان حتى لو كان عندك الحق. الهدوء في كل حاجه دايما في الشغل او في حياتك عموما بيخليك بيصفي ذهنك، بيخليك تعرف تاخد قرار سليم، وبيخليك تعرف تفكر صح، ويخليك ما تغلطش، ويخليك دايما بتختار القرار الاصوب. فدايما حاول ان انت تتحكم في اعصابك، بحاول ان انت ما تغضبش في اي حاجه. القانون اللي بعد كده وهو قانون اسمه سد الخانات. يعني ايه سد الخانه؟ سد الخانه انك مثلا شغال في مكان، المكان ده فيه عجز او فيه دروب في تخصص معين او في بوزيشن معين او في توقيت معين، المهم في جاب في حاجه معينه في المكان اللي انت فيه او في الهيكل الاداري او التنظيمي اللي انت موجود فيه. فانت لازم يبقى انت الشخص اللي بيسد الخانه دي. زي مثلا واحنا كلنا طلبه في المدارس، كان المدرس لما يسال سؤال بتلاقي تلميذ في اخر الفصل كده بيرفع ايده باستمرار، وانا اللي عارف، انا 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 مستر وانا اللي عارف. فالطالب ده هو ده بيسد الخانه. فدايما المدرس بيبقى عارف ان الطالب ده اشطر واحد، وده اللي بيسد الخانه، وده اللي يعني في اي حاجه هو ده السداد. فلازم يكون انت التلميذ الشاطر اللي قاعد ورا ده اللي دايما بيرفع ايديه بحيث ان هو بيسد الخانه عندك. العنصر اللي بعد كده انك انت تحاول تقلل من امكانياتك. يعني ايه تقلل من امكانياتك؟ او تتغابى، يعني مش تبقى غبي، لا تتغابى او تدعي الغباء. وهو انك يعني دايما حاول انك ما تبقاش تحسس اللي قدامك انك مغرور، او ان قدراتك اعلى من قدراته، او ان انت اللي فاهم وهو مش فاهم. لان كل انسان فينا كلنا ما نحبش نحس ان حد احسن مننا. يعني انت تحب تحس او تقنع نفسك او تشوف ان انت احسن واحد وانت اللي فاهم وانت العلامه مفيش زيك. فدايما حاول تحس اللي قدامك ان هو فاهم اعلى منك، وهو عارف اكتر منك، وان هو الخبير وكل حاجه، وانت يعني يدوبك حاجه على قدك كده. ده عنصر من عناصر ان الناس تحبك، انك يعني ما بتتنكش عليهم، ما انتش مغرور عليهم وكده يعني. فدي بعض العناصر من الكتاب، هي نقاط القوه 48. انصحكم انكم تجربوا الكتاب ده لانه مفيد جدا ليكم في مجال شغلكم. واتمنى تكونوا استفدتوا بالفيديو ده، والسلام عليكم.